رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولوحنا لحجرنا كتابك تجريدك وحنا وسود بيس حديثك قبل وشاحة يكوشة أو باب لغات نجد دمرك إن سيحنك على المساجدك باب نوم الرجال رجيف كودي هرددو دي بو باب ويهي في المسجد مساجدك أي جيفتان رجو إني مساجدك جيفان كران عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وعو يرجاء الرسول الله رسولك ألا يمت صلى الله عليه وسلم جاء وإماضي أما ويم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فاطمة قريجة وقبديسي فلم يجد من أسنهل عليا علم أسنكهل وزوج كيده في البيت قريجة فاضم وكليجة جوكته يرسولك أيمت نبي حتى هذه قبدي لقى قرصي ولا قري جيستي هذا نوع باقنا وفيرنا وكرميريا حال دودة إيه سذا أي تهي تاس مركب إلى هذا قفك مر الله على مركي ويلكيس أما قبديس أي أقل يشان حتى ويسيس عنيسا إن لقى ورهايو لأغاذو لفيريو مركب رسولك اسمت دين فاطمة ولا قا قرصي قري هذا تجين بيت فاطمة تبو يمد فلم يجد عليا علنا كمهل في البيت قريا فقال وحو كيري أين ابن عمك أين آوي ابن عمك إن أذرك آوي قال وحي تري كان بيني وبينه شيء وأسكب عن أي واي أنا بينك إيا بينكيسة أي شيء هذا وحبانا قد إحبعي فغاضبني ويقع راضي مرك فخرج وبحي فلم يقل يمسو هرقلين عندي أكتيدة معنا قلك ووقت قيلوسك أما الظهور نمضى إلى وقت قاس وقت قولي لقمقنا هذا معها انت بضان مرك وحي ترفاض فاضمو قالت كان بيني أني بينكي إيا وبينه علي بينكي سا شيء شيء نقد إحبعي فغاضبني ويحنا قيمرك أي عروض طيب فرج وحي فلم يقل يمصر لابن من سهر قل عندي أكتيدة فقال الرسول الله مرك إن لبوغ بوغضه ساني كفي عنته وحباد بحكرة وحباد إحضر إيمان كرة مرك وحي باقفك وأغانيا والدك مركا فقال الرسول الله رسولك ألا وحو كجر لإنسان قف انظر صوفيري أين هو حقب جوغا نبي انتو بنانك أصبحي أم قف ماشي جوغي أيو يربح إي صوفير فيري علي حقب جوغا انظر أين هو فجاءك إلى دريو يمت فقال وحو يريا رسول الله رسولك إلهي هو في المسجد مزيدك كجرة علي مالك لما بآذن بأ ويضاد مالك لآدئي صاحبك لآدئي وحبيعي قرت إلا قوة سيدره لكن قرقي إلهي أي مركة إسكتغي يا رسول الله هو علي في المسجد مساجد كالإحذي سويهي راقد وانهردو يا مساجد كنتو إسكتغلي يهرد إسكهردي فجاء الرسول الله رسولك اللي يمت صلى الله عليه وسلم وهو أصدع عليه مبجع جيفة علي اسكجيفة قد سقط اي بعضي رداؤه قئيسة عن شقه دنعيس او كدعي دنعان دنو كبنايهي مرضيه كدعضي مسايد كان بعاد واي
وأسابه أي أصيبتي جارتي علي تراب عيد أنت أردن عيد بك جارتي ونهر ديا فجعله وحو رسول الله رسولك الله يمسحه إلو كغا مسحه كتر عيدي عنه علي حقيسه قعنتي سعيد وغا ترتيرايا ويقول أنا ليه قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب استاق به عيد عرضي قارتي يا أبا الله قدقي أبا تراب مقعس أبا نجعل أبو يرى علي ورسولك إيبحيي قم أبا تراب أبا تراب وكع أبي عيد استاق قعنتو ساقو ترتيرايا ولا سوك حي يقول قال كاني ولا مسلحي خلاص أرنتي وعد ماتي بابو إذا دخل أحدكم المسجد أحد كير مركو مساجد كقلبو باب ويهي فليركع هاتو كذو ركعتين لو ركع عضوتو تحيد مسجد بالي رهذا وقفكو مركو مساجد قالو أيال الربا إنو لو ركع عضوتو كذو انتو صنف دي سنين هذه صلاة واجبة لو جيرو لو دارك على قام الربو صلاة جد اسك جليسة واجب كي تاسا كا كفار قديسة معناها تاسا كاغا فيلان هدي قفك السنة او تكدو لبركع او السنة ويكاغا فيلان تاي معناها وحا لديدة انا اسك فديسة تو اذيق او ان لبركع عضوت دكانين عن ابي قداتة السلمي رضي الله عنه ان الرسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال وحو يري إذا دخل هدو صوغلو أحدكم مدكين المسجد مساجدك فليركع هالركوع يعني هاتو كذا واي ركعتين لبركع عضوض قبل أن يجلس انتو صنفر لسانين كهر انتو صنفر لسانين كهر لبركع عضوض هاتو كذا معناه وحال الديدة إلا صفر لسة أذن تكينين أما سنتك أما واجبتك أما ضحدك أما قال الله قول هاتك وحوم با مركع لقاربا أبونا فديسانين بابن حقوقيه بنيان المسجد مساجد كاسمه سه مساجد كاسمه صوبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما عنه قال وحو يري إن المسجد مساجدك ومسجد كنبي كان وحو أها على عهد رسول الله رسول كالزمن كيسة مبنيا مثل بسي بالله بسي باللبني لبن بالصي وبروكيتي بروكيتي أيا لغو بالصي وسقفه سانقاف كيسة ولما يريق كر لغو دذي بالجريد لامها تمرتا أي أهايين وعمده تير كيسة خشب خشب أها قري النخل أتمرت جيتمرت أي تير لغا بغي فلم يزد وحبكم مكردين فيه اسمها بحديثة أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه شيئا وحبكم مدرين ومن رسولك وقت جيسي مساجدك أو أها مثل لبن لغدسي سقف كان الكر لغد بغي جريدة ولان تمرتك تير كان لغد بغي خشب النخل تمرت تير الكودة أبو بكر وحبكم مزيادين شينك مزيادين انت بوز وهبيي انت سيدي او اها ايو مركا كدغي وزاد فيه وحو كو زياديي عمر عمر وبناه ودسي على بنيانه اسمي سيدي او اها في عهد الرسول الله باللبن لبنك بو كو دسي بلوكيتي بو كدغي والجريد ايو لام تمرتك عليمها تمرت ايو كركا ساري وأعاد وكعلي عمر عمده تير كيسيما خشبا قرقي تمرتا ثم كبعد غيره وحدوري عثمان 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 بابدلي فزاد فيه وحكو زيادي زيادة كثيرة زيادة بضن وحبضن بو عثمان كو زيادي وبنى ورسي جداره دربقيسة بالحجارة الأكحان المنقوشة لنقشيي منقوش أما لدبي القصة إيا النوريت وجعل عموده تير كيس حكيالي من حجارة دقحان منقوشة نخشد له وسقفه وحين السنقاف أغدقي وكركو كجددي بالساجي ألواح
saaj ayuu kor ka saarayo alwaax ayuu ka dhigay saqafkii kore. Marka cusmaan aad buu u bedelay, waa lagu qabsaday cusmaan, hadalkii waa ku batay. Alla cusmaan wuxuu sameeyey fiiriya, misayadka suu ka dhiga fiiriya, war idinka cusmaan cusmaan baad leedihiin buu yiri, si riwaayad kale tilmaantay. Anigana rasuulkan ka maqlay oo dhahayo qof allaalla qofkii masaajid dhisaa bana allahu lahu baytan fi ljanna, jannada ilaah guri ugu dhisaa. idinkana cumaan cumaan saanu leedihiin masjid baan dhisay, waxaana rajaynayaa buu la jeedaa inuu ilaahay isagoo kale ama guri iga dhisa jannada. baabu attacaawuni fii binaai lmasjidi, in laysku gacansiiyo oo laysku kaalmeeyo dhismaha masaajidka. iska wax qabsi lagu dhiso waay. attacaawuni fii binaai lmasjidi can abi saciid alqudriy radia allahu canhu annahu abi saciid kaana wuxuu ah yuxadithu mid ka sheekeeya yowman maalin, yuxadithu mid sheekeeya buu ahaa yowman maalin, wuu xadiiseynayey xataa ataa ilaa uu soo gaaray ee uu soo maray xadiidkiisii dhikru binaai lmasjidi masaajidka dhismihiisa sheegitaankiisa yay sheekadiisii soo gaartay. faqaala wuxuu yidhi kunnaa naxmilu anagu waxaan ahayn kuwa qaada labinatan labinatan halhal bulukeeti baan qaadaynay wa camaaru wa camaar ibnu yaasirna labinatayni labinatayn labalaba bulukeeti uu qaadayay anagu halhal xabaan soo qaadaynay camaar ibnu yaasirna labalaba dhagxaanta usoo qaadayay fara-aahu nabiyu nebigaa arkay sallallahu calayhi wasallam fayanfudu wuxuu ka jafay aturaaba ciidii canhu xaggiisa. waayo marka bulukeetii qofka uu qaado ama dhagaxa aathaartiisii nuuryadii iyo caradii iyo korkiisa ku haraysa rasuulka gacantiisa uga jafay. qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahay nebiga camaaru yaquulu camaaru may fayanfudu asoo ka jafahaya aturaaba ciidda ka tirtiraya canhu xaggiisa wayaquul uu leeyahy nebiga wayxa camaarin camaar liibaanye waa liibaanay taqtuluhu waxaa dili doontaa alfi'atu lbaaqiya fi-ada iyo kooxda gardaran yadcuuhum ila aljannati jannuu ugu wacayaa wayadcuunahu ila annaari naartay ugu wacayaan ayagana naarta ii ugu wacayaan. qaala wuxuu yidhi yaquul camaar wuxuu dhahay acuudu billaahi min alfitan ilaahay baan fitinta ka magangalay. cali iyo mucaawiya markay dagaalamayeen ayaa la fiiriyey, yaa labadooda gar leh haddii la fiiriyo. waxaa la yidhi saw rasuulku ma dhihin camaar ixa camaarin taqtuluhu waxaa dili doontaa alfiaaqiya, labadii cidin baa laga dhex raadiyey ee camaar waxaa dilay fi-adii mucaawiya iyo kooxdii. marka cali baad moodaa waxoogaa inuu meesha garku leeyahay. say noqotana fitnada dhacday saxaabada dhexdooda ka dhex qaraxday, wax dhibaata markaa kuma sugnee, sideeda loo dhaafaa, lama galgalo lama waxeeyo. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka jafay ay camaaroo labalaba dhagax ama labalaba bulukeeti wada markuu arkay yuu ciidii ka tirtiray xaggiisa. wayxa camaarin buu yiri camaar liibaanye, liibaan baa u sugnaatay. taqtuluhu waxaa dilaysaa alfi'atu lbaaqiyatu fi-ada iyo kooxda baaqiyada ah ee xadgudubtay. yadcuuhum wuxuu ugu wacayaa ila aljannati janna wayadcuunahu ayaguna waxay ugu yeerayaan ila naari naarta. qaala raawiyu wuxuu dhahay yaquulu camaar runkii sidaa uu maqlay wuxuu yidhi acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay min alfitani fitanta. baabu man banaa masjid qofkii masaajid dhisaa fadliga uu leeyahay baabkiisii waa. can cuhmaan ibni cafaan cinda qowli naas, waa hadalkii hadda aan soo tilmaanay ila cusmaan masaajidka nebiga takyiir badan buu ku sameeyey, wax badan buu ka bedelay, derbiga xajaaro iyo dhagxaan naqshadaysan buu ku sameeyey, qasada noorad buu ku dhisay oo ku sameeyey, tiirarkiisii xijaar buu ka dhigay dhagxaan, saqafka kore saaj buu ka dhigay ama alwaax. asoo saas ahaa cuhmaan lagu qabsaday oo liyidhi maxaa saa u yeeshay. tiiba marka ka hadlayaa cinda qowli naasi, dadka qowlkooda agtiisa fiihi asaga ay ku qabsadeen
حين بنى مسجد مسجد الرسول مركي مسايدك رسولك او دسي صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم بويري وراد بديسين ويقول بدبضتين بودا محاوة أن لا هيستيني وإني أني سمعت النبي نبي كان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول أسقو دهايا من بنى قفكي لسه مسجدا مساجد لسه يبتغي به الضلبة يكر ذنايو وجه الله إلهي وجه جيسا أما أن لدرتي أدسا بنى الله الله أدسا له أسقى مثله كاسو كالي في الجنة الجنة guri masaajidkii oo kala ah ya ilaahi jannada ugu dhisaa marka ismaan waa samee ismaan asmaan ay leedihiin anigana waxaan raadinayaa in ilaahi jannada guri iga dhiso baabu al uqd bin nusul idha marra fi al masjid baabu al akhd wa qarasho bin nusul nabl gamunka أفكي سهري عرضة إن عنت الله وقبت إذا مر في المسجد قفكم مركو مسيادك على سوى مرايو مسيادك بات سوى بحمريسا مركز مسيادك سوى بحمريسا نوحات وضطا قمون عرضة كقبو سيفات وضطا عرضة كقبو أما قلك قلي ميدي بات وضطا ميش وحكا دوريسي كديلي سكقبو سيسان او أصيبين دتك مسلمين تا قوري بات وضطا ما أنت سوى أفكار معناها أفكار لقى قبنايا ما أنت سيف إيه مئة هي قري بعض وضطا قري واتساق شيء أنت كقبناي أمانك حريصة ما هو أمانك أين مركا حريصة تحصو مركا كهلا يا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال وعو يري مر رجل نمبا وعو لصو مري في المسجد مسيادك وصو مري ومعه سهام قمون ووتي فقال له رسول الله حويري أمسك قبو بنصالها عرضك قبو عرض خوري ماش هوري وحكي دي ليسو أما يددك كدوريسو قبو وداي نبي صلى الله عليه وسلم باب المرور في المسجد نسيتك ولا صادح مرو المرور في المسجد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويري نبيك من مر قفكي لصو مرة في شيء شيء قده يسأو من مساجدنا مساجد ذينا كمدأ أو أسواقنا أما السوقيال كينا بنطل أو لصو مرة قمون أما ليب فليأذها قبتو على نصالها عرد يذها قبتو وأفكر كدواتين يسو لا يعقر يسن درن بكفه كفيسة مسلما قف مسلم يسنبقون جبينين يسن لبات جارسينين باب الشعر قري او في المسجد مسايات كدحدي صلى الله عليه هل يجوز ام لا مبنايا هي مصوامية عن حسان بن ثابت رضي الله عنه انه حسان ايا استش ايا استشهد انه استشهد استشهد وحتك دكتي أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه حسب ما لين قوي كتير مسيات كبديس عمر مغلي كالا يوير كالا مسيات كب قوي يكتير نمية أو كرباش كي كير عمر دين أطلق بوها رأس وصاحب وصاص ما إيه يقد أبو يري يقد وريج باش ركاس ويري نبي قا كتير نجري نبي قا نول أيام كتير نجري سكدة أذيه هاي هاي هذا نصر كابين كشيء كمية بالير كرباش قال إيه كان الله وقو وقو حنون جنابو يا عمر هذيك أنا لقي مو مرقاتي مرقاتي كنسو أبو غرر مرقاتي كان إكتي مرك مرقاس هو يري أنشدك الله إلهي بن كوجد داري أبو هريرة هل سمعت مما قشي النبي نبي صلى الله عليه وسلم أو يقول دهايا يا حسانو حسانو أجب كجواب عن رسول الله رسولك الله حقيسه اللهم إلهي أيده أيد أو كحوج حصان بروح القدس ملك الجبريل قال أبا هريرة وحويري نعم ها قام أغلي بوير نعم ها أي حديث كحوشيك يا قبي
in lagu tirin karo masaajidka gudihiisa. Haddii gabaygu uu yahay gabay fiicanoo diinta lagu ammaanayo, diinta lagu difaacayo, mushrikiinta iyo gaalada gabay bay diinta ku cayn jireen, gabay bay rasuulku wax uga sheegi jireen. Nebigana wuxuu lahaa shaacir xasaan bin thaabit la yiraahdo, intuu minbarka ku fadhiisay wuxuu dhihiray, u jawaab, ilaahay malkul jibriil ha kugu ayidee, carabkaaga allah suga macnaha. Maalin baa markuu rasuulku dhinto, cumar madaxtinimada uu haysto, yuu masaajidka ku gabiyey. Marka waa la qabsaday, markaati wuxuu yihi rasuulka ay igu fadhiisan jireen minbarko, shicir tiri dhihi jiray. Markaati keen soo dhaa cumar. Abu Hurayra marka dhigtay, marka xadiisku waa sidaa, an xasan bin thaabitin annahu istashhidu, abu hurayratu markaati gashtay ee uu yiri, anshuduka allaha, allan kugu dhaarinayaaye, hal samicta, sooma maqlin aba hurayrow, annabiya, nebiga sal alay wasalam oo yaquul idhahaya, xasan xasanow, ajib ka jawaab, ka jawaab can rasuulilaahi. Rasuulka meeshuu ka jawaabi lahaa adi jawaab waa nebiga sal alay wasalam, wamaa callamnaahu shicr wamaa yanbagii lahu, lama barin gabay, gabay ma aha, gabyaa ma aha, wamaa huwa biqowli shaacir, abwaan hadalkii ma rasuulka sal alay wasalam qur-aanku uu akhrinaayo. Am yaquuluuna shaacirun, ma waxay odhanayaan waa abwaan, waa gabay tiriye, natarabasu bihi rayba almanuun, ma ahan buu dhahay ilah subxaanahu watacaala. Yaa xasaanu ajib can rasuulilaahi, rasuulka xaggiisa ka jawaab wixii ay dhaheen, u jawaab. Allahuma ayidhu biruuxi lqudusi, ilaahay ruuxi lqudus ku ayid, wuu u duceeyey nebiga. Qaala abu hurayra, wuxuu dhahay nacam, haa anaa maqlay. Saasuu karbeel fagtay. Weliba rasuulku wuxuu dhihi jiray baa la yiri, xasaano, rag wax baan isku nahay. Macnaha dadka quraysh ee meesha jooga, abtirsii haddii la galgalo waa dhici karta inay nebiga isku soo dhacaan. Shib iska dhow dhaa rasuulka ilaahayo, waa kaa siibaya adi, sida cajiinka tinta looga siibo kale yaan kaaga siiba, waxna ku gaarsiin maayo, ayagana waa gabay baan ku hujuumi doonaa. Baabu asxaabi lxiraabi, hubka asxaabtooda fil masjidi, masaajidka dhexdiisa. Asxaabi lxiraab, xiraab waxaa la yihahdaa aalada hubka lagu dagaalamo, ya faras ii sheeg, ee qaansada iyo waranka iyo seefta iyo xiraab baa la yihahdaa, oo masaajidka dhexdiisa lagu sameeyo ama la keeno. can caaishata radia allahu canha qaalad, waxay tiri, laqad ra'aytu, waxaan arkay rasuula allahi sal alay wasalam, yowman maalin, calaa baabi xujratii, qowladayda iyo gurigayga albaabkiisa isagoo taagan, walxabashatu, koox madmadowna, yalcabuuna, ay ku ciyaarayaan, fi lmasjid, masaajidka dhexdiisa, warasuulu llahi, rasuulkii ilaahayna, yasturunii, uu igu asturaayo, biridaa'ihi, go-iisa. anduru, aniguna aan fiirinayo, ilaa lacibihim, ciyaartooda, wa fii riwaaya yalcabuun, waxay ku ciyaarayeen, bixiraabihim, hubkooda, aaladda dagaalka. Macnaha isku tababarayaan, waa maalin ciideed, koox madmadow oo suudaan ah ayaa masaajidka waxay ku ciyaarayeen aaladda, waa xiraabkooda, kana seef soo tuura, kan waranku isaga dhigaya. Macnaha tababar ahaan iyo ku sameynaya masaajidka gudihiisa. rasuulka albaabka qowladdu taagan yahay, qowladeeda albaabkeeda, horaan usoo marnay baan filayaa xadiidkee ama kutubo kale, inaan aniga jeclaystay oo aan rasuulka allow inaan fiirsadaan rabaa, iyo inuu asaga idhahay, ma fiirsanaysaa? labadaba shaki ah, haa baan iri bay tiri. dhabankeyga ayuu dhabankiisa saaray nebiga, macnaa isku kii asturayaan, gadaashiisay saas u joogtaa, dhabankiisa iyo dhabankeeda saa u saartay, saasay usarsanaysaa macnaha. riwaayada qaar waxay leeyihiin rasuulka meeshan tunka ah, macnaha garbaha korkooda yaan ka koray, markaasaan saas u fiirsanayaa. markaas wuxuu leeyahay, ma noogta maya sug rasuulka allow, hay ma dharagta maya rasuulka ilaahayo, hay bismiya maya rasuulka ilaahayo, xabashada cayaaraysaa maxaan ku falaa bay tiri. fiirsashadooda wax faa'iida ii malaha, laakiin waxaan rabay dumarka layla qabo hariifooyinka inay ogaadaan meesha nebiga ka taaganahay, meeshaan saarnaysa uma jeedin bay tiri. tunka kaysas korka kortay gabar cajiib badan bayd caaisha radia allahu canha. marka waxay leedahay caaisho, qaalad, laqad ra'aytu rasuula allahi,
رسولك إلهي بان أركي صلى الله عليه وسلم يوما مالين على باب حجرتي قول ذيذا قول ذيذا وقرقي البكيسة أسقو تاقن حبشته حبشنا من مشل يلعبون عيارها في المسجد مسايد كده حديثة عيار تان مركب ومالين عيد عيار أو ما لا يعني ما إيه محيكو عيارة يعني محيكو عيارة يعني حالات دي آلد تقالك توبر أهم بيكو عيارة يعني في المسجد والرسول الله رسولك ألنا يسترني وإيقو أسترها يو بردائه إيقو إيسا رجينا وكا قرينا يا كرة يكفير سانيسا أنظر أنيغن أنفيرنا ينديه يو إلى لعبهم عيارتوده عيارتوده في سناي وفي رواية يلعبون بحرابهم هبكوذا ألدو ذا دقالك وصيفتي يقشانكي يورانكي إيو تاسيكو عيارة إيو باب الحباب ويهي التقاطي دينجو ذا شو إن لسك دينجو تو إيو الملازمة لازمتان في المسجد مسايدك دحديثة قف أدين كل دوان مسايدك كو أركتاي ما دي كارتاورا دين تي دي سي ها ديبكو مصقنا لكن waxaa mamnuuca saacada iga dhunteeya arkay naga fadhiiso ilaahay kuma soo celiye saas waa in lagu dhahaa meeshii uu isqaadka faraanti dahab uga soo tagtay misaadka istaagtay faraatigeygiya arkay naga fadhiis ilaahay kuma sahle la rad alaale ilaahay kuma soo celiye warratiya iga dhuma rati hebel haday wax ka dhumaan oo adduun ah banaanka istaag banaanka ka baafi laakiin qofki intuu masaajid istaago inuu xoolo ka baafiyo muhiim ma aha wax aad u xun laakiin qof deyn aad ku leedahay haddaad ku aragto saaxiib boqolkiigii dollaro saddex bilood ka hor aan ku siiyo kuu deymiyey maxaad iga meermeerinaysaa isii waxay waa dhihi kartaa can kacb ibni maalikin radia allahu canhu annahu kacb ayaa taqaaطaa wuxuu ka deyn gutay ibna abi xadrati ninka lagu magacaabo wuxuu ka gutay deynan deyn كان له أكلها عليه كركيسة في المسجد ساجد كده حديثة كعبة دين أكلها إبي حد رد إنك لقوم مجابه دين تيبو كجود الطلبي معناه تقاد وحواي إسي دين تيبو يري مساجد كده حديثة فارتفعت وحاكر نغضي أصواتهما عدد كده وراني ما هاي صاحبه ورهد مقصين كرا إضاف ورما وحي إن حريصة كانوا حولي مايا والله أكون حريص أنت إيدك ما يخبر بعد هيس إيه قبت الدين تيرة عدكو ذي كربو آذي أو فارتفعت أصواتهما حتى سمعها إلا المغلي عدكو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وهو أسبو في بيته قرقي سكجر نبيك وهي قرقي النبيك إمزادكو إسكو لقنايين وتعايش عن صامرنا أنت مدح وقصو بحيث شباك كذا ayay u dhaqi jirtay waana u shanleyn jiray bay tiri asoo muctakif ah wa ana xaa'id ana dhiig aan qabo anigana dhiig adaan qabo iyo leedahay caaisha wahuwa fii beytihi fakharaja ilayhima wuu usoo baxay rasuulka xataa kashafa ilaa uu feeday sijfa xujratihi xujradiisii qowladiisa daaheedii qolqolkii ku xirnaa yuu furay nebiga fanaadaa wuu dhawaaqay yaa kacabow قال لبيك يا رسول الله يا رسولك إلهي لبيك كو أجيبي يا رسولك إلهي قال رسول بحوده ضع كدف كدجي من دينك الدين هذا هذا إيه كان أه وأو ما إليه هو إشار النبي إن لقد ضعفه أي شطر نص قاف كدف بويري قال وحوده هي كعب لقد فعلت يا رسول الله واسمي رسولك إلهي وان كدفي أمرك النبي قادنا يا قال رسولك ابن ابي حدر وحو كيري قم كعدغنا فقده قد وركستان كوغو هرتي نصيب الله به كستان قد ادغنا وكا دخ دخادي رسولك صلى الله عليه وسلم نين كان دين بو كلها مدبر ان كل هذا صوره قال مساجد كي اسكو دخ قبسدان اي دين تي دي سي وا مرمينو وا دودينو عدكي با كور ايدي الا رسولك او كمقلي اسغو غورغيسا كوجيرا وا غورغي عائشه فخرج إليهما وأصاب حي النبي حتى كشف إلا أصافري سجف حجرته قولديسة سجف هذا ده هذا يا أستركي فنادى مركز رواقي النبي معير يا كعبو كعبو قال لبيك ها يا رسول الله رسولك الله ها قال ضع كطاف أو كدجي أو كعفي
من دينك دينك هذا هذا كان هذا كان كدج معناها واو ما إليه وهو إشاري أي الشطر نص كدج نص كدين. قال كعب حدا لقد فعلت يا رسول الله وافري وان كتبع في نص بين كدي. قال الرسول كدوي فضواتي سوما هدي هي كن دولار من غير غنسة من كن دينار من غير غنسة شان بغل سوما بحالي لما كعذينا. قال قم كع فقضه قلت كستانريستك وهرتي قد بالي بابو كنس المسجد مسألتك ولا كنسو كنس محلي هذا حاقت في قطن على هذا سامع مسألتك ولا نظيف فيه إيه والتقاط القرق إن لقى قاضة قرقها والقبى والسقضة والعيدان إيه عيدة إيه وحي لمدعة مسألتك المركة لقى به مسألتك ولا نظيف فيه وكنس المسجد مسألتك ولا حاقه حاقد الحاق المسجد إيه والتقاط إن لقى بحيو لقى قاضة القرق إيه والقبى قرق ومروينك إيه حيا والسقض يركا إيه والسقض عاذقة آه بوضض إيه امتقان عيدانك إيه إيه نور يد بعض إيه كل إن لقى قاضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو مذو أو امرأة أمناك أو امرأة سوداء أمناك مذو كان وحوها أما وحي أهيد يقوم متق حاقة المسجد مساجد كو حاق جري أم وحاق جرتي فما طول انت أما ويقمتي فسأل النبي نبي سؤالي صلى الله عليه وسلم ويدي أبو داي ويركي مساجد حاق جري أما قبل مساجد حاق جرتي فقالوا حيدين مات ودنت أما ماتت ويقمتي. قال رسول الله حدا فلا كنتم آذنتموني بما يوسو شيء ويسين ما حد يسو ويسين ويسين بوده هي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوني اتصي هذا على قبره قبر جيس او قال قبري هذه قبرتها هي اما قبر جيده فاتاوت تجي النبي قبرها قبر جيده فصلى عليها ونكت كذي صلى الله عليه وسلم نين مذوب اها اما قبر مذوب مساجدتي حاق جرتي أما حاق جري ويد لمطي أما ود لنتي هبي نمي آسين مرك وحيد دين وحب رسولك يا الله صور ديبيني ناك مساجد حاق سلاوايه قف وين أو شرف له ما إيه بل إسكا آسا وتحديث كريبات قال أي تري فكأنهم صغروا أمرها أما شأنها وحي يرستين أرنتي ذا بل كدكتين محابة النبي قال لك صور ديبتين مع هردد الله صور كي أنا قا كفلان way qaadeen way dhaqeen way kafaneen godkoodii bay ku rideen rasuulku waa way sallallahu alayhi wasallam qaid fi caway nabiga saxaabadiisa saxaabadiisa uu ka warhaaya u fiirinaya qofaan weyneyna anaga qolka gadaal dambe loo raacay maba la ogaba maba la oga ma xanuunsan yahay ma dhintay ma safray xaalad dhibaato murug muu ku jiraa maya مسلم كسام ما لو قلت له قالين سام كسر عنا أو حكى بدلنا كان قال ذا كجرنا قال ذا كجرنا حقيقة مركلة فيني في النبي محمد صلى الله عليه وسلم معيرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويدي ورأى إنك فريد كأهايو بيت كالحاق جري شق وين بوهايا جرق النبي جرق إلهي بوحاق يا سبحان الله جرق إلهي النظيفين يا gurigii ilaahay uu ka shaqeynay ama ay ka shaqeyn jirtay dhowr maalmood markuu rasuulku waayay ayuu weeyey fasa'ala annabiyyu sallallahu alayhi wasallam anha ama anhu faqaluu xidhan maata rasuulku kala waa dhigid miya ama maatat hadii gabar tahay way dhimatay waaba ayagu amarkeedii iska yaraystay rasuulku waa ku xanaaqay sallallahu alayhi wasallam qaala wuxuu dhahay afala kuntum آذنتموني به ما يوسف شيء ويسين ورمحات إيسو أغيسين ويسين شرفت قبل أي لذا ما أجدين ميا ويل كان مساجد كحاق جرى شق ذا وين وإلهي أهاي ما أجدين ميا بيت إلهي قف الله لقفك أنت وصخ كقاضة أجرك أوليه ما دوا قري إلهي بحاق جرتين محات إيسو شيء ويسين أفلا كنتم آذنتموني به ماشي من كل جوكس النبي دلوني على قبره بو يري او قال قبرها حتى يتوصى قبر كذا وقبر
شلي هراد أمال هر لا أسي حد يجي يبغى ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا جي فاتا قبرها قبر جدي ويميت أنا تجي فصلى عليها وأنا كنت كذا النبي صلاة دي جنازة ده أم وأدعي صلى الله عليه وسلم كدي محير متقانين روايات كلام حيكو درتي قبورها ماشي كويا لموجودين كل جودتك كجر مجدي بي كجرين بوضع النبي صلى الله عليه وسلم وحال لقى بوعي مجدي إلهي وحو كو افتيميي سلادي إذا أن هد كنت كذي أما الدعاء أن أدعي قبل أن قبر كذا الله أكبر محي شرف هالشيء محي قيمة جارتي محي أمد أصبح أطرتي كومبوينك أو خمرة لقى عبه هنا لوينك انت مال لو قلت تورو انا كشقينا انا كسامة واسا سوء ارورنا الحاقة ماشي انا اقول لا يلحق ويا سبحانه وتعالى ولا كلا فقيا ولا كلا فقادي ولا كلا تقي وكاسا دا قاد اسكتناف الى مالك لو حكاسي ما يقول ليه وحواي شق كلام واي شق كلام واي قول الى حق شق الابا انت إلهي سبحانه وتعالى إذا إسكتافه أما أسرع أنت قبور ماشى كتي لي إلهي كو إفتيمي قبر وذ كنور يا سبحانه وتعالى خيرك إيه قبل أن سميسي وناجي أي سميسي وحى إلهي أكتيس أي كو هصتي شرفتي عزك إلهي أكتيس ويا سبحانه وتعالى ما حيث سمين جفتي قول إلهي حاقيسي بيت إلهي بحاقيسي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إلهي معي سقف كلا هل عبودنا باب تحريم تجارة الخمر في المسجد إن حرام تهي كجناس كخمر رضا مسجد كجديسة مسجد إبنا وأسكو ضمت عن عائشة رضي الله عنها قالت حيت عائشة لما أنزلت الآيات عادي مركي لسود جيي ومن سورة البقرة سورة البقرة في الربا ربذاك هدلاي خرج النبي نبي صباح صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسجد كبوسو آذي فقرأهن وحكود الأخريي عصدتك ثم حرم كدبنا وحا لحاران تلمي سودكي إني حاران تهي تجارة الخمر كنقنع سيا خمر رضا خمر رضا إن لقى قنع سيا إني حرام تهي أيام مكي كالي سودكتي سورة البقرة هذا ربذاك هدلاي يو إلهي كثة في سبحانه وتعالى ربا إن لسك إلى لي أي قرآن كان لغو الشيء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المص ضدك الربا ضع نبونا إلى سبحانه وتعالى قبرك مركي كسوا بحيان وما سوا بحان إلا قف والن أو كلمة هني مصي وقفك جيني أطابتي والد أطابتي يتخبطه الشيطان من المص صلوات معيته ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحيد نهين بيع إي الربا ضوا إسكم مت سان صبق إي أكنت إي صورت أن أؤيبيني نؤكل إي الربا ضوا نتهي إنما البيع مثل الربا لو جوابي وأحل الله البيع وحرم الربا بيع إلهي حلالي جنحس إلهي بحلالي وحرم الربا ربا إله بحرانت به سبحانه وتعالى إنما البيع مثل الربا وركض ميشو قاري فيه وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قفك آيات دان مقلي أو كجوك سيدي وحي هرو ليه وحي سنو لكن ما لبع في مصمية وأمره إلى الله إلى تاسار أنت سبحانه وتعالى ومن عادى قفكيس كل ابطه الى هو كارغو سنيا الى انه عذاب سبحانه وتعالى مركا كدب ربضنا ايد قمرده بان تنيميناي ايا سو دكتي ايو رسولك اي ايو يري الى المسجد فقراهن واخري على الناس فحرم تجارة الخمر خمرده تجارتي ذيك جنعسيده يا مركا كدب الى حارن تنيمي باب الاصيري قفالك أو الغريم أما متك قاموري ودي موري يربط ولا حريا في الناس اللي مسات قال له حريا مركي هوري استيشن ما جيري جيرين قفكي وحالي محل سمينا مسات قال له سو حريا سما
marka kadib ba xabsi iyo waxyaabo kale la keekeeno meel la dhisayo dadka lagu xabisay. Laakiin qofka markuu amaah ka qaato amase uu wax kale wax ka galo isaga xiranaya masaayidkan markaa lagu xiri jiray. Marka qofka asiirka ah ee qafaalka ah ama qofka gariimka ah waa qofka qaamoobay yurbad waxaa lagu xirayaa fi lmasjidi masaayidka dhexdiisa. can abi hurayrata radia allahu canhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدا نبيك إن عفريدا عفريت كم مرح أذك أو من الجن جني كمدة جني وحى كجر قار عفريد لده سورة النمل محدا إلهي قال عفريت من الجن عفريت كم مرح أذك واي أو جني كمدة أيا تفلت وحو أصاب بحي علي كركيجا البارحة تعاوى أما حالي mid cifriid ahoo madax adaga iisoo banbaxay oo isoo weeraray aw amase kelimatan kelimad buu yidhi nebiga naxwaha saasoo kale ah muxuu usoo baxay liyaqtaca inuu gooyo calaya korkeyga asalaata salaada salaadii aan tukanay inuu iga waswaasiyo iga kala gooyo ayuu usoo baxay fa amkananii allaahu minhu ilaahay ii suurageliyey waa qabtay asoo dhanba waa qabtay buu dhahay nebiga allaahu baa gacanta iisoo geliyey minu xaggiisa. riwaayadaha qaarkood waxay leeyihiin ceejiyan qabtay buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. shaydaan insaas la yeelo ma ahe amaah muku siinahay soo maaha waa qabtay waa ceejiyey buu dhahay nabiga saan u ceejinayo xoogtii aan u qabtay dhareerkiisa ama candhuuftiisa ama carabkiisa qeeda iyo gacanteeda gaartay buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. liyaqtaca inuu gooyo fiiri akhlaaq edabdaradiisa nebi maxamed uu tukanayo wuxuu rabaa inuu salaada ka kala jaro. fa amkananii allaahu ilaahay baa ii suurageliyey minu xagga gacanta iisoo geliyey faaradtu waxaan doonay an arbitahu inaan ku xiro ilaa saariyatin tiir oo min sawaari lmasjidi masaajidka tiirarkiisa ka mid ah inaan ku xiraan damcay xataa tusbixuu ilaad waa baniisataan tusbixuu oo watanduruu aada eegtaamad fiirisaan ilay xaggiisa kullukum dhammaantiin. fadakartu waxaan soo xasuustay buu dhahay nebiga qowla akhii walaalkii hebelkiisa sulaymaan rabbi ikfir lii ilaahu ii dambi dhaaf wahab lii isii oo ii hibay mulkan mulki ii boqortinimo hanasho laa yanbaqi aan u habboonayn liahadin axad min bacdii gadaashe innaka anta alwahaab. jinniga yaa la siiyey nebi sulaymaan وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون كل أسقى مركز وبالله توفيق والله أعلم.